اهلا بكم مشاهدي الصحه والجمال، ومعانا الفقره الثانيه لقيت الطبطبه، ومعانا مروه. اهلا بيكي يا مروه. اهلا بيكي يا تسنيم. اهلا بيكي يا حنين. اهلا بيكي يا تسنيم. اهلا بيكي يا هاجر. انا تسنيم، ودلوقتي هنتكلم في موضوع يخص كل بنت، هو موضوع يخص شريك الحياه. ايه هو مواصفاته؟ تختاري شريك حياتك ايه؟ دلوقتي هنسال مروه، ترضي تتجوزي العريس البخيل؟ اكيد لا طبعا، لان البخيل هيكون بخيل في مشاعره، بخيل في حبه، بخيل في حاجات كتير قوي، مش شرط يكون بخيل بس ماديا. واهم حاجه الموده يعني لا اكيد. ايوه، وانت بقى ترضي مثلا تختاري ايه كده؟ مثلا انت ايه ماشيه مع جوزك او العريس اللي انت تختاريه وسيم، او تختاريه عامل ازاي؟ دي حاجه اساسيه اكيد، بيكون وسيم، بس مش لدرجه ان هو يكون احلى مني والناس تقعد تبص عليه اكتر مني يعني، عشان ما يتحس بقى. ومعانا بقى يا هاجر، ايه هتختاري ايه بقى؟ ايه مواصفات شريك حياتك اللي انت تختاريه او كده؟ ايه هو؟ تكون اخلاقه كويسه بس، يعني حاجات كتير طبعا. يعني زي مثلا عايزه اعرف، يكون وسيم طبعا، تمام، يكون يعني كويس، بيعاملني كويس، حاجات، وما يكونش بخيل خالص. يعني دي كل اهم حاجه، مفيش بنت فينا على حته البخل دي. مفيش بنت فينا عايزه عريس بخيل طبعا. اكيد لا. وانت بقى يا تسنيم، ايه مواصفات شريك حياتك؟ لا ايه، اكيد طبعا يكون حلو. يكون حلو ويكون مش بخيل، ويكون مش غني برضو في نفس الوقت، يعني كده وكده، دي المواصفات. هو بصراحة أنا من وجهة نظري إن يعني فستانك وشبكتك والميك اب بتاعك كلهم هيتركنوا، كل دوت هيتركنوا. لا احنا كبنات أكيد حاجة عندنا أول حاجة الشكل، ده أكيد. لا أنا بتكلم فيه كماديا كل حاجة هتتركن على جنب، مش هيبقى لي غير اختيارك، اللي هو مش اختيارك للون الشقة واختيارك للغسالة بتاعتك والتلاجة بتاعتك، لا اختيارك للعريس اللي انت مختاراه او الراجل اللي انت اخترتيه في حياتك، هو اللي هيبقى لك، هو اللي هيقعد لك، هو اللي هيكون معاكي، هو اللي هيكون لو طيب او شرير هو اللي هيبقى لك اولا واخيرا، لكن كل ده في الاخر هيتركن اكيد. يعني انا عشان مثلا اختار شريك حياتي لازم يكون برضو فيه مواصفات كتير قوي كويسه، وطبعا لازم العقل والقلب يتفقوا مع بعض، ده اكيد. ومتفقين مع الكلام ده ولا ايه؟ طبعا. اهم حاجه ما يكونش فيه فرق سن كبير. لا هو على فكره مش بفرق السن يا بنات، يعني انا مش بفرق السن. مش شرط، لا خالص مش شرط. صح؟ فرق ايوه ولا هي كوجهه نظري انا بس. لا لما بيكون في فرق سن بيبقى العقل مش بيبقى هما الاثنين مش بيبقوا متفاهمين مع بعض. هو اهم حاجه يكون في تفاهم. ده اهم حاجه. لو في ما بينهم تفاهم اكيد مش هيكون في حياتين، اللي هي الحياه بتاعه العقل والحياه بتاعه القلب، ده مش تبرير للخيانه خالص، ولكن يعني اهم حاجه ان العقل والقلب يتفقوا مع بعض علشان ما يكونش ليهم حياتين. طب وانتي اسالكم بقى كده سؤال، ترضوا تتجوزي مثلا حد انتي بتحبيه او شخص انتي ما بتحبيهوش، ايه انهي منهم الاصلح؟ ده طبعا اللي بحبه اكيد، زي اللي بحبه ممكن يعني اتنزل له على حاجات كتير قوي، لكن انا لو ما بحبوش فاكيد هكون مش قابلاه اصلا، فهتلكك له على حاجات كتير جدا. طب وايه مواصفات الشخص مثلا اللي انت عايزاه في اللي انت بتحبيه واللي انت مثلا مش بتحبيه؟ اكيد مش بتاع بنات، يحبني، يخاف عليا، كل الحاجات الطبيعيه اللي احنا يعني عاوزينها. نيجي بقى في المواصفات، ايه بقى عايزاه مثلا؟ يكون وسيم، عايزه العريس يكون ايه؟ نفس الكلمه اللي يمشي معاكي بقى كده داخله فرح بتاعي يتعاكس. لا تحبي كده؟ انا عارفه اكيد طبعا هتخشي فرح او كده. ايه ده قمر قوي، ده اللي بيحصل طبعا، ده اللي بيحصل يعني الايام دي كتير قوي بنشوفه. ايوه بالظبط، بس طبعا الراجل مش بشكله، بس هو لو حلو مش عارفه بصراحه. لا انا على ما اعتقد ان هو لو كان حلو يعني هيكون طبعا في هنحسن الناس اكتر. بقى في بقى كده بقى مواصفات العريس الغني، معاه فلوس بقى وعربيه. انا قلت لك مش كل حاجه الفلوس. طب دي مواصفات العريس الغني، تحبي فيه ايه وتكرهي فيه ايه؟ ما انا بقول لك مش كل حاجه الفلوس، يعني هو مش كل حاجه هيكون، مش هتتقاس بالفلوس. قلت لك الميك اب بتاعك اول ما تروحي هيتمسح، فستانك هيتركن في الدولاب جنب الشبكه، وكل الكلام دوت احنا عارفينه. بس ليه مثلا ما في ناس كتير قوي معاها فلوس وكده وبتبقى كويسه؟ طبعا ما اكيد فيه، بس انا بقول لك مش شرط الغنى، يعني اهم حاجه غنى النفس اكيد يعني.
العريس العصبي. الشخص العصبي ده بعيد عنه. لا العصبي ده نبعد كلنا بعيد عنه. انت مثلا لو جيتي شريك حياتك طلع عصبي هتتصرفي معاه ازاي اصلا؟ يعني حاول امتص غضبه اكيد بس ايه اللي بيعمله. وانت يا هاجر ايه بقى اللي انت هتعمليه اصلا مع العصبي؟ مش هينفع انا وهو مع بعض، انا عصبيه زيه إيه لما يكون عصبي مثلا هديه مثلا لما اهدى كده وبعد لا بقى لا في مشكله بقى او كده. انت طبعا لا انت بتعمل كده ليه او هيبقى طبعا متضايق من كده. في الوقت اللي هو هيبقى متعصب فيه مش هينفع ان هو يبقى متعصب، يعني مش هينفع ان انا اتكلم بعصبيه كمان. يعني خلاص تمام انت معاك حق مش عارفه ايه. طب هتشوفي بقى لو الحق عندك تمام، لو الحق عندك بقى وهو برده مصمم يعني اللي هو ايه فضل عصبي يعني هفضل ماشيه معاه لغايه لما خلاص هدى تمام. تمام بعد ما يهدى بقى خلاص انا ما غلطتش، 1 2 3 والدنيا تبقى تعبوا قصدها يعني. اهم حاجه العتاب اول باول طبعا. العريس بقى يا حنين بقى اللي بيحسبها بالعقل بقى وده غلط وده صح ايه؟ لا ما بحب وجهه نظرك كده اللي هو يعني كأنتي انتي بتتصرفي مع الشخصيه دي ازاي اصلا؟ الشخصيه دي احسن حل ليها التجاهل بصراحه. لا ازاي تجاهل اصلا؟ لا تجاهل بجد، اصلك انا هشد وهو هيشد، انا هفضل مركزه وهو هيفضل مركز، هنفضل مركزين مع بعض في كل حاجه هنضيع الدنيا وهنخرب الدنيا. لا انا غيركم. لا 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 وهنعمل حاجات كتير على ساعات ممكن يبقى كويس يعني. هو مروه ساكته فاكيد هي هتتصرف غيرنا خالص. انا اصلا بطبعي هاديه فحاول امتص غضبه على قد ما اقدر وبعد كده عاتب مش في ساعتها والموضوع كده شايط يعني اجي اكلمه مش هينفع خالص. طب وبعدين في طبعا احنا سؤال مهم جدا تسنين في العريس ابن امه كل حاجه ماما لا ده بصي ده يعني هو مش بيبقى يتقال عليه ابن امه او كده، هو ممكن يكون قريب منها قوي وده على فكره الموضوع ده بيتعالج يعني ان هو مثلا يبقى قريب منها وفي حاجات كتير بقى كان هو في كل حاجه لازم يستشيرها ده بيتعالج. ما اعتقدش ان ده بيبقى ليه علاج. صعب قوي. صعب جدا. صعب قوي. هو اللي فيه طبع اكيد مش بيغيره بسهوله. والنقطه الاهم يا تسنيم ترضي تتجوز وتبقي الثانيه الزوجه الثانيه ابقى الزوجه الثانيه. ايوه كلكم تردوا على السؤال ده. اكيد لا، اي واحده بتتمنى الشخص ده ليها هي لوحدها، هو لو زوجه تانية هيكون في تاثير في حاجات كتير جدا. دلوقتي هنبدا لعبه حلوه قوي، عريس في رقم. هنبدا لعبه جميله جدا وكلنا حابينها، عريس في رقم. يلا تعالوا معانا نشوف اللعبه. اختاري بقى ايه بقى شريك حياتك، العريس اللي انت اصلا تحبي تتجوزيه. مواصفات العريس ايه؟ تحبي مين مثلا من السينما او اي حد انت تحبي ان هو يبقى شريك حياتك؟ مين ده؟ أكيد اختاري رقم. لا ما انت تختاري رقم معانا اللعبه، تختاري رقم من 1 ل 12. اختاري رقم 3. نشوف رقم 3. بصي تحبي ايه مثلا؟ مين في السينما؟ يعني انت انا عايزه اعرف مين، يعني انت اخترتي رقم دلوقتي تمام؟ هيتظهر لنا الصوره دلوقتي على الشاشه، هتختاري تحبي مين؟ تحبي اصلا تتجوزي مين؟ امير كرارة اكيد. اهي بصي كده عبد الحليم حوافز. حلو قوي قوي قوي. اختاري رقم بقى يا حنين يلا. رقم 4. لا ما انت يكون مين؟ تحبي مين كده؟ ايه هو؟ انا اتمنى يكون احمد صلاح حسني. بصي وانتي بقى يا هاجر تحبي يكون العريس مين؟ واختاري رقم. احبه ان هو شكله حلو جدا شبه تامر حسني كده، ده الفتاة احلامي. حبيبي تامر. احنا كلنا لوحدك. ايه اختار رقم 5. انا بقى انتي يا تسنيم اختار رقم 6 واحبه تامر حسني قوي قوي. متفقه معايا جدا. حلو ده. حلو ده. في شبه من تامر على فكره، بحبه جدا.
ودلوقتي هنا معاكم الوقت خلص بسرعه ومر بسرعه، وهتوحشونا جدا جدا، واستنونا الحلقه الجايه الجاي. ومعاكم يلا يا حنين، باي باي.